اكتظاظ بمحلات بيع لوازم الحلويات مع بداية العد التنازلي لحلول عيد الفطر، محلات تعرف إقبالاً من طرف النسوة والرجال لاقتناء ما يلزم لصناعة حلوى العيد. فما هي الميزانية المحددة لذلك؟ راني مخصص 600 تاع العيد للقاطو صناع، من الميزانية اللي خلاتني نخصصها ظروف رقش العيد وراك على بالك كلش حاجة ما قعدت في بلاصتها. والله لو تقارن عام اللي فات بالسنة الحالية كاين شوية كاين اختلاف ملحوظ ومحسوس من ناحية الأسعار تاع اللوازم، لكن ما نقدرش نضبطوها في قيمة محددة، تقدر تقول من مليون من هكذاك مليون وضواحيها. الميزانية سنة الواحد أنا يا حاليا خصصت واحد 500 في بارابور العام اللي فات. العام اللي فات كانت شوية غالية، سنة راهي مليحة رحمة ربي. ما عندناش ميزانية كذا محدودة باينة ولا تقضي صديبو عندك مليون 1500 1200 تسمى مش ميزانية باينة كذا ولا بعد أنني غير أنا عجوزي باك مانيش ما عنديش علاقة كبيرة ولا وفرة في المنتجات يقابله انخفاض في الأسعار بالعديد من السلع خاصة مع دخول المنتج المحلي السوق. الحمد لله كما نقولوا الأسعار راهي منخفضة بارابور لكل الأعوام اللي فاتوا اللي شاهدتهم أنا كتاجر. كما نقولوا الحمد لله وزيد الصناعة المحلية ساعدتنا مليح بزاف بزاف على احتكار السوق. كما نقولوا أعوام فاتوا كانوا بزاف لي برودوي يطيحوا في الريبتير. يظهر تخصيص الميزانية لشراء مستلزمات حلويات عيد الفطر الرغبة القوية للاحتفال والتقدير لهذه الفترة الهامة من السنة، وعلى الرغم من التحديات المالية وكثرة المصاريف المصاحبة للشهر الكريم والعيد.